فكرة تأسيس الحزب ما كانش قرار الهدف منه ان انا ابقى رئيس الحزب. انا بس شفت انه مهم جدا ان احنا نزود الاحزاب الليبرالية في مصر، يعني ونكون جبهة كده تكون قوية وفعالة، وده مش تشتيت. كمان انا لاحظت ان الاحزاب اللي موجودة ما بتتبناش الليبرالية زي ما انا فهمتها وتعلمتها. يعني انت مش حابب تكون رئيس الحزب؟ لا، انا حابب رئاستي للحزب تكون عن قناعات، ولو رئيس الحزب اللي جاي اجاد انا ممكن منزلش قصاده اصلا، بس لو حسيت ان انا محتاج ان انا اخد التجربة دي لازم تبقى بقناعات كل اعضاء الحزب بيا. ايوه يا عز، بس انا شايفة بجد ان انت بقالك ايميج حلوة وبدأ يبقى لك تقل في المشهد السياسي، وفكرة ان يبقى في رئيس حزب في سنك ده على فكرة بيدعم فكرك وايمانك بروح الشباب. ومين قال ان انا عايز رئيس الحزب يبقى سنه كبير؟ يعني انت مثلا ممكن تبقي رئيسة الحزب. لا انا ما احبش. انا بقول مثلا يعني. كمان في حاجة كده انا لاحظتها وعايز اخد رأيكم فيها. يعني احنا لحد دلوقتي الحزب لسه ما تأسسش وبنتهاجم بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ده على اساس ايه يعني؟ هو سلو بلدنا كده؟ لا بجد والله. لا، ما هو الفيسبوك وتويتر عندنا هنا ما بيستناش وبيصبرش، ده غير اعداء الليبرالية مترصديننا طول الوقت. وخد بالك في ناس مش طايقينك. انا فعلا لاحظت ان في بوستات كده بتتريق عليا وبتشتمني. هو في ايه يا جماعه؟ بص عز حبيبي، انت ديتها كده بس تغلط اي غلطه، حتى لو كانت مثلا زلت لسان على الشاشه، او حتى مثلا صوروك لابس شورت مثلا، حافظ شقه احلى شقه. شوف يا دكتور عز، هنا في مصر السياسي لازم يمشي كده، ولو وقع محدش بيسمي عليه، واحسن حاجه فيك انك انت ما بتغلطش لغايه دلوقتي. اه، وانا كمان على فكره شايف يعني ان انت لازم تتجوز بقى، لاحسن لو استمريت كده هيتقال عليك كلام شمال الشمال. يعني هيتقال عليا اني ماليش في الستات ولا ايه؟ ايوه بقى، ليبرالي بقى وجاي من بره وبتاع، انت عارف هنا الناس قالها واسع يعني. بس اللي انا استغربته هنا من متابعتي للفيسبوك والتويتر ان الناس هنا بتحب الاشاعات وبتهتم بيها اكتر من الاخبار الحقيقيه، وما عندهمش اي استعداد ان هم يتاكدوا من الخبر قبل ما يرددوه، وكمان ما عندهمش اي مانع ان هم يخوضوا في اعراض الناس ويتكلموا عليهم. مش هي دي الحريه ابدا. ايوه بس صحيح يا عز، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ ايه، عندك عروسه ليا ولا ايه؟ والله معجباتك كتير، انت انوي بس. لا جواز ايه بقى، احنا عندنا شغل كتير. اتفضل يا دكتور. نورتوني يا جماعه بجد. بسم الله ما شاء الله، بيتك جميل قوي. نورتني يا دكتور. الله يخليك. بكره يا جماعه الساعه 3 ما تنسوش بقى ميعادنا في المقر عشان الشباب اللي جاي. لا اكيد طبعا، ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل. يلا صباح الخير. اتمنى لك خير. مع السلامه. ثواني يا جماعه. اوكي. عز. ايوه يا الهام. بص انا بيتقال عليا ان انا مدب وبقول اي كلام، بس هو انا كده. بص يا عز، بصراحه انا حاسه ان في حاجز ما بيني وما بينك، وحاسه ان انت ما بتحبنيش. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه طبعا، انا ما بهزرش. بس ده مش حقيقي. ما يلا بقى الهام انجز، عايزين نروح. لحظه واحده علي بس، لو ده مش حقيقي تقدر تقول لي انت ليه ما اخدتش نمرتي واخد نمر كل الناس؟ بلاش، ليه مش بتوجه لي اي كلام الا اذا كان وجهت لك كلام؟ هو دكتور عبد الفتاح فرضني عليك ولا حاجه؟ بص انا اسف لو احساس زي ده وصل لك، يعني بالعكس انا معجب بيكي جدا، وارجوك تديني فرصه تانية عشان اثبت لك الكلام اللي انت بتقوليه ده مش صحيح. اوكي انا اسفه، انا حبيت بس اقول لك كل اللي جوايا عشان ما بقاش مخبيه عليك حاجه. انت معاكي رقم تليفوني صح؟ اه. طيب ممكن تكلميني او تبعتي لي على الواتساب وانت في العربيه؟ ماشي. باي باي. باي باي. تصبح على خير. مين دول؟ دول المجموعه اللي بتاسس معايا الحزب. ويا ترى البنت اللي انت بتستها في راسها دي بتأسس معاك حزب خاص بيك وبيها؟ مش هي دي المذيعة برضو؟ ايه ده؟ انت بتغيري ولا ايه؟ لا طبعا، انا بسأل عادي على فكرة. ممكن تجاوب وتقولي ايه موضوعها؟ افتكر انه صح يعني ان انت تدي نفسك الحق ان انت تسألي اي سؤال وانا بقى لازم اجاوب، لكن ماليش الحق ان انا اسأل ولا سؤال حتى. انا اسفة، واسفة ان انا كلمتك اصلا. طب استني بس، مجنونة.
عز بيه في حاجة؟ مالكش دعوة. إيه الهبل والعبط اللي أنا فيه ده؟ وأنا مالي؟ خليك في حالك يا رمضان. أنت اتجننت؟ أنت اللي مجنونة. أيوة مجنونة، عايز إيه بقى من واحدة مجنونة؟ أنا عايز أعرف إيه حكايتك بقى؟ أنت مين؟ وليه عايشة لوحدك؟ ما تخرجيش، محدش بيجيلك. وإيه قصة الكابوس اللي بيجيلي كل يوم ده؟ وليه عايزاني وفي نفس الوقت بتبعدي عني؟ أنا عايز أفهم كل حاجة. صباح الفل يا دكتور. دكتور عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف كل حاجه، مثلا قصه الحلم اللي انت تصحي منه كل يوم بصرخه، ده سببه ايه؟ انا ممكن احكي لك، بس يا ترى تستحمل ان انا هحكيه لك؟ ما اعتقدش هيبقى في حاجه بيننا بعد كده. مش ممكن ده يحصل مهما قلتي. انت عايزه تقولي لي؟ المهم احكي لي بقى، بتحلمي ليه؟ علشان اقول لك انا بحلم بايه لازم احكي لك القصه من اولها. مساء الخير. في البداية أحب أقول طبعاً أنا سعيد جداً أن أنا موجود معاكم النهاردة لأول مرة، إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. فكرة حزب حريتنا دي فكرة كانت بتراودني من أيام ثانوي، حتى الاسم اخترته في نفس الوقت تقريباً. الحقيقة يا جماعة أنا عندي حلم نفسي أحققه، ونفسي أنتوا كمان تحققوه معايا.
بس عشان الحلم ده يتحقق لازم مجهود وإخلاص وأمانة منكم. أنا شايف وشوشكم وعينيكم حماس. الحماس ده مديني بوزيتيف إنرجي، أنا فعلا محتاجها دلوقتي. المهم خلينا نبدأ كده بس نتعرف بعض الأول. أنا اسمي كريم محمد وجدي، 24 سنة، خريج اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، بس لسه ما بشتغلش. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنا أماني محمد يوسف، 25 سنة، بكالوريوس تجارة، وعلى فكرة عندي نفس الحلم بتاعك. اتشرفت. لازم أحكي لك القصة من أولها. أنا أبويا وأمي ماتوا وأنا عندي 12 سنة. بعدها عشت مع جدتي وماتت وأنا عندي 23 سنة. اشتغلت بعد كده موديل إعلانات. وبعد 3 سنين تقريبا اتقبض عليا قضية دعارة. مين اللي لفقها لك؟ كملي يا شروق. مفهوم الناس ان الليبرالية هي التسامح والتساهل مع الأخطاء، وده مش حقيقي. الليبرالية كفكر بتدي فرصة للمخطئ ان هو يراجع نفسه ويعيد حساباته ويبقى بني آدم صالح وعضو فعال في المجتمع. تخيل يا جماعة، احنا محتاجين فرصة عشان نحب بعض أكتر من كده شوية. دخلت السجن 3 سنين، وبعد ما خرجت قررت أن أبتدي حياة جديدة. أو كنت فاكرة أني هبدأ حياة جديدة، بس ده كان مستحيل، لأن الناس فضلت تبص لي بنفس الصورة اللي كنت عليها قبل ما أدخل السجن، مع أني تبت ربنا وعرفت غلطتي وتعاقبت عليها كمان، بس الناس فضلت تعاقبني عليها لحد النهاردة. كل ما حد بيشوفني أو بيعرفني بيفتكرش غير أن أنا شروق اللي اتمسكت في قضية دعارة. الناس ما بتنساش عايزها. بعد كذا سنة اتجوزت واحد عربي ما كانش يعرف أي حاجة عن الموضوع ده، وقدم لي الفيلا دي مهر كتبها باسمي. كنت ناوية بعد فترة إن أنا أقول له نروح نعيش في بلد ونبعد عن هنا، بس أنا ملحقتش. أنا ملحقتش لأن هو مات. مات جنبي. زعيت عليه وهو بيطلع في الروح. وهو ده سبب الكابوس اللي بيجي لي كل يوم. حضرتك معايا يا دكتور؟ يا دكتور؟ دكتور؟ طبعا طبعا معاكي. اتفضلي. انا خالي دخل السجن في قضيه فساد مالي، قضى المده بتاعته وخرج. هو المفروض بقى الحياه توقف لغايه كده، ولا المفروض ان احنا نديله فرصه تانية؟ دايما قضايا الشرف بيبقى فيها مشكله. طب احنا بنعاقبهم ليه اصلا طالما احنا مش هنسامحهم ولا هنتعامل معاهم؟ هما مش بيقولوا ان السجن تهذيب واصلاح؟ تمام، بس برضه الناس معذوره انها ما تبقاش متحمسه ليه قوي، يعني غصب عنهم برضه. اسمح لي علي، انا مختلف معاك. الانسان ما اتخلقش ملاك، وكلنا بنغلط. وطالما المجتمع وضع صيغه عقاب للمخطئ لازم بعد ما يتعاقب ياخد فرصه تانية، فرصه حقيقيه. انا بتعاقب كل يوم، وانا واثقه ومتاكده ان حتى انت دكتور عز الليبرالي اللي عشت معظم حياتك بره مصر مش هتقدر تثق ولا تتعامل مع واحده ليها ظروف زي ظروفي. تنكر ده؟ عمري ما اتصورت ان انا اتحط في موقف زي ده. ما انكرش اني مصدوم، لكن متاكد ان قناعاتي اللي طول عمري مؤمن بيها هي اللي هتنتصر في النهايه. انت تستحقي فرصه تانيه، فرصه حقيقيه. كلامك مظبوط، من حقه ياخد فرصه تانيه، بس برضو المساله مش مفتوحه على البحر. يعني الليبراليه في النهايه ملتزمه باعراف وتقاليد وقوانين كل مجتمع هي اتواجدت فيه. ده حتى ده كلامك اللي انت دايما بتقوله وبتكرره. اللي عايز اقوله يا جماعه انه مش معنى ان الانسان يتوب عن خطا هو ارتكبه قبل كده يصبح الخطا اللي ارتكبه ده اكنه ما حصلش، هو والعدم سواء. ما ينفعش، لازم يتحمل تبعيات الخطا ده. يعني تهيألي الحكايه
ليها سقف برضه. سقف ايه؟ حرية الإنسان هي حرية الإنسان من غير ما تأذي أي حد، وزي ما أي بني آدم في الدنيا بيقرر بمنتهى الحرية إن هو يغلط وإنت بتيجي كمجتمع تحاسبه وتعاقبه، يبقى برضه لما يقرر بمنتهى الحرية إن هو يتوب عليك برضه كمجتمع إنك تقف جنبه وتسنده وتديله فرصة. إنت بيتهيألك لأن إنت عندك أحلام وطموحات، ما إنتش عايش في الواقع زينا. حتى لو إنت عندك القدرة إنك تغفر وتسامح، الناس مش هيسمحوا لك. عارف أكتر حاجة تعبني إيه؟ إن أنا كنت اتعودت أعيش لوحدي. ظهورك في حياتي كان أسوأ حاجة تحصل لي من كذا سنة، لأني عارفة ومتأكدة هي تنتهي عليا. أنا تعبانة وعايزة أنام، وأنا واثقة ومتأكدة إن أنت كمان بتدور على حاجة تروح بيها عشان ما يبقاش فيها حبيبك. حرية الإنسان هي حرية الإنسان من غير ما تأذي أي حد، وزي ما أي بني آدم في الدنيا بيقرر بمنتهى الحرية إن هو يغلط وإنت بتيجي كمجتمع تحاسبه وتعاقبه، يبقى برضه لما يقرر بمنتهى الحرية إن هو يتوب عليك برضه كمجتمع إنك تقف جنبه وتسنده وتديله فرصة. ما بترديش على تليفونك ليه؟ كنت نايمة. كنت نايمة؟ ماشي، ولو إني مش مصدقك. إيه مش مصدقك دي؟ مش مصدقك طبعا اني وانا بكلمك على التليفون شايف خيالاتك في البيت رايحه جايه وما بترديش. مهم يعني، عايزك تطلعي بقى تلبسي قدامك نص ساعه عشان هننزل. ما بحبش الطريقه دي على فكره. طريقه ايه؟ الاوامر. اطلعي البسي قدامك نص ساعه. انت من امتى بتكلمني بالطريقه دي اصلا؟ ولا انا عشان خلاص حكيت لك تاريخي الاسود وتعريت قدامك، فاي حاجه الدكتور عز يقولها لازم انفذ الاوامر؟ ما انا المفروض ما بقاش مصدقه نفسي من السعاده إن واحد زي حضرتك بس الواحدة زي، مش كده؟ مش هو ده اللي أنت بتفكر فيه؟ لا يا دكتور، أنا عمري ما هسمح لأي حد يهني أو يدوس عليا أو حتى يستغل نقطة ضعفي، وعمري كمان. اهدي بس شوية. إيه الأوفر اللي أنت فيه ده؟ تبال على الراديو ولا إيه؟ وكمان إيه طريقة التفكير الغريبة دي؟ أنا ما قصدتش خالص اللي أنت بتقوليه ده كله. كل الحكاية بس إن أنا قصدت إن ما أديكيش فرصة إن أنت تعترضي على نزولنا سوا، لأني بجد مصر إن أنت تنزلي معايا. بص يا شروق، أنا قررت إن أنا أبقى جنبك علشان أنا فعلا بحبك وبحبك بجد. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟ طبعا متأكد. يلا بقى اطلعي البسي، وعلى الأقل من مهلك يا ستي. ماشي.